بلا تلسيري وضيفنا الليلة النائب الدكتور طارق المرعبي. بلشنا الكومبو الصيفي وبينضم لنا بداية علي شحادة وكريستينا فخري. أهلا وسهلا فيكم. قبل ما يشرفونا بقية الشباب رواد حبيب وبشارة غاوي ولانا موسى بعد شوي بفقرة الكومبو، التركيز هو على فهم جيل الألفية اللي عم بيسيطر شوي شوي على العالم وعم يفرض ذوقه وخياراته على بقية الأجيال. أول نائبين بتاريخ لبنان بينتموا إلى جيل الألفية هن ضيفي طارق المرعبي والنائب سامي فتفت اللي بلشنا معه هالموسم. إذا ما حضرتونا بالحلقات السابقة، جيل الألفية هو الميلانيالز أو هو الجنريشن واي، يعني مواليد بين 1985 و95، وفي مصادر تانية بتقول بين السنوات 1980 و1995. على كل الأحوال سنتين بتطالع سنتين بالناقص، مش رح نختلف كريستينا، مش مختلفين. كريستينا فخري هي اللي عم تعرفنا على خصائص هالجيل بناء على دراسات عالمية معمولة وأيضا بناء على أبحاث هي عم بتقوم فيها. بما أنه عم بتوجه للناس أنه اللي ما حضرنا بالحلقات السابقة فيهم يرجعوا يحضرونا على اليوتيوب، على كل الأحوال مزبوط أنت صار لك 5 سنين مش حاضر تلفزيون بشكل منتظم؟ بشكل منتظم مزبوط صحيح. يعني أنا يعني دائما في قصص حلوه وقصص بشعه، هاي بدنا نعتبرها من القصص البشعه لحدا بيشتغل بالتلفزيون. لاقول لك شغله، في يعني انا لما نقلت على جنيف وعلى لندن تعودت انه شوف تلفزيون بشكل دائم، بشكل دائم يعني بشكل شبه يومي. يعني مثلا كنت خلص شغلي اوصل على البيت، اذا ما شفنا حدا من الاصحاب او الكذا او الاصدقاء اللي موجودين شوف شيء مثلا على التلفزيون، كان ال شو بيسموه المسلسلات او شو ما كان او افلام على التي في يعني او فطبعا تعودت يعني نوعا ما تابع مثلا مسلسلات معينه. جيت على بيروت، جيت على لبنان، اكيد العمل يعني لما يكون في اولا العائله كبيره يعني من ناحيه كل يوم عندك تلفزيون بالبيت، كل يوم في شيء في تلفزيون لك بالبيت. طب شو اخر شيء بتتذكر انك تبعته بلبنان انت وصغير او انت وكبير بعدين؟ يعني ذكرياتك التلفزيونيه يعني الاخبار طبعا دائما يعني من دائما مسلسلات او برامج. بس مسلسلات لا، مثلا رمضان الماضي كان في كم مسلسل تبعتهم والحاله حتى شوي يعني مثلا يكون اوقات بس حاضر يعني عم تحضر تلفزيون. شوف في ببيتك تلفزيون؟ خلينا نبلش. لا اكيد في ببيتك اكيد تلفزيون. اكيد اكيد ما في شك، بس لانه عندنا ضيوف ما عندهم تلفزيون، ما عندهم نهائيا. لا لا بالعكس اكيد، بس ما عم يسائب مثلا تشوف شغله كامله يعني. طب شو برنامج مثلا اخر شيء بتتذكر علقت فيه قبل هالكم سنه؟ يعني اذا بدي ارجع لذاكرتك التلفزيونيه شو هي؟ يعني احنا عم نرجع يعني هون التسعينات مثلا، هيدا يعني رمضان الحال اللي كان من شوي مثلا، كنا نكون عند ان كان عن اصدقاء او عند يعني ناس كون من العائله نشوف الهيبه، كان كل كمسلسل لبناني كان موجود، مع انه هالسنه يعني كان يمكن مش موفق مثل السنه الماضيه، بس كان يعني احدى المسلسلات اللي كنت عم تابعها. طب تعرف شو اسم برنامجه السابق قبل هيدا، قبل بلا تلسيري شو كان اسم برنامجه؟ لا هو ما عندك ولا القديم قديم من بلا، بس شو منه يعني منه جاي على بالي حاليا، بس كنت اكيد كنت تابعه. بس شو اسمه؟ عم حاول اتذكر شو اسمه. عندنا وقت يعني هلا فينا نعطيك بالسين، بس شو بالضبط ناسي. هيدا اسمه بلا تلسيري، هيدا ساعدنا شوي. طيب طيب كريستينا، طبيعي انه ما يكون بيحضر تلفزيون بما انه بينتبه. هو من خصائص الميلينيالز انه ما بيحضروا كثير تيفي، سو اكيد هذا شيء طبيعي. نعم. طيب هو طبعا على استعين فيها لكريستينا جنبني. كريستينا كمان ما بتعرف على كل الاحوال. شو اسم برنامج؟ شو سيره وانفتحت؟ سيره تماما، سيره انفتحت هلا تماما. لا والله شو يعني اسمه، شو اسمه البرنامج؟ تجي ببالك بس انا ساعدتك، قلت لك بلا تلسيري، قلت كان لازم لك سي بلا تلسيري. بس كنت تحضر سيره انفتحت مثلا؟ ايه اكيد، بس انا معود اجمالا يعني بيكون عندك عجقه اكثر من هيك، يعني كذا حلقه اللي شفتهم كانت معجوقه شوي، استوديو بيكون في حضور عندك. كان عندنا بطل كان لازم نجيب اودينس اقول لك نرجع عليها. موضه قديمه الاودينس، موضه قديمه بطلت هلا على السوشيال ميديا يعني صار الاودينس يعني على السوشيال ميديا اكثر. اليوم شو المصدر الاساسي لك للاخبار؟ تلفزيون او ويب سايت او تليفون؟ اكيد تليفون.
تليفون طبعا. وفي مواقع اخباريه بتتابعها كل الوقت؟ في مواقع معينه على كمان على الواتساب يعني بيضل بيجيك. نعم. طبعا بيجيك قصص اللي بتهمك يعني. نعم. اجمالا وبتحس حالك اوقات ضايع انه عم يجيك قصص على الواتساب بس مانا من مصادر بتعرفه؟ في اشياء منها من مصادر موثوقه وفي اشياء يعني لاقول لك شو لزته الواتساب. انا يعني فايت على كذا مجموعه، مجموعات محليه بمناطق معينه بعكر مثلا، في مجموعات بهيدي المنطقه، في مجموعات بمنطقه ثانيه. بتوصلك الاخبار اللي بتوصلك الاخبار اللي بتختص بالمناطق المعينه، يعني انت بهمك شغله بتوصلك، اما على التلفزيونات مثلا ان كانت على التلفزيونات او على نعم على اليوتيوب او على الفيسبوك او كذا، ما فيك تتابع نعم. شغله محليه بتخصك. نعم. الجروبات سايلنت حاططها او لا؟ لا ما في شيء مش سايلنت فور وان يير ابدا. نعم. استاذ طارق من جيل الالفيه بس مع تويست، هو نائب وبيك ودكتور وابن بيت سياسي، بدنا نجرب مع كريستينا نعرف اذا انت فعلا بتمثل جيل الالفيه او لا، لانه عندك هذا التويست الاضافي. طلبت من كريستينا امتحنا لك ايه امتحان، طلبت من كريستينا تحضر لنا 10 اسئله. أوكي. بس احسن ما تزعل انه هي عم تسالك اياهم، انا رح اسالك اياهم ورح اسالك 5 اسئله من الاسئله هيك لنعرف نحدد فعلا تقول لنا النتيجة إذا أنت ميلانيال جنريشن واي. لازم جيب خمسة، لازم جيب نص الأسئلة ما بعرف. هي كريستينا بتقول لنا بس هي يعني لنشوف قديه أنت بتمثل جيلك أو قديه بعد في يعني من عائلتك ومن تقاليد عكار فيك، لأنه أنت بنتيجة أكيد في مزيج من اثنين. بنتيجة أنت بدك تطور هذه التقاليد لتاخذها تو ذا نكست ليفل، تاخذ نفسك وتاخذ المنطقة بالنتيجة. اليوم أنت عم تحكي بجامعة بمنطقتك. وهذا شيء يعني اذا طالما من الاستقلال لليوم ما صار، يعني منطقتك بحاجه لهالدم الجديد اللي بده يجيب لها جامعه كاول انجاز. هل بتتوتر؟ السؤال الاول، هل تتوتر بس تكون بطاريه تليفونك عم تخلص وما معك تشارجر؟ اكيد ما في شك، مثل كل يعني مثل كل الاصحاب والاهل واللي يعني يمكن كل اللي بشوفهم لما بيفضى بطاريه التليفون اول شغله انه وين بدنا. بتحس حالك ضايع؟ ما بحس حالي ضايع، بحس حالي لازم امن بديل لعبي البطاريه. نعم. يعني بتحن ل يعني اواخر التسعينات واوائل الالفينات، ومين فرقتك المفضله الموسيقيه المفضله من مرحله طفولتك؟ كنت اسمع شوي من كل شيء، يعني ما عندي شيء معين مفضل، بس اكيد يعني اكيد بالنسبه لي الفتره كانت فيها نوستالجيا معينه. يعني اكيد ما في شك. نعم. في اسم فنان او فنانه او فرقه موسيقيه هن يعني بس لك غنيه؟ مجموعه اغاني. نعم. شو القصص البلا طعمه الضروريه، هاو الاكسسوارز البلا طعمه بس انه ما فينا نعيش بلاه هون، اللي بتحن لهم من مرحله الجامعه؟ في اشياء لها علاقه بالتسليه يعني. مثل شو مثلا؟ مثلا كان في ايام اليويو اللي كانت بالايد، هيدي يمكن كمان انتم كنتوا. هيدا عم تفنس؟ لا ما عم فنس. نعم اليويو مزبوطة. كانت مزبوطة. طيب عندك في البوغ اذا سامع فيهم؟ شو هي؟ اللي كانوا البوغ هدول اوكي كانوا يجمعون يعني كنا نجمع مثل البوكيمون. اوكي مثل البوكيمون. اجت ايام كمان البوكيمون الالعاب. نعم. اللي ايبود عندك؟ ايبود طبعا. عندك بعد ايبود تستعمله او خلص صار شيء؟ عندي التليفون. التليفون هو ايبود. بتحن له للايبود طبعا؟ لا لانه التليفون موجود. نعم. محله جيم بوي. الجيم بوي كمان اكيد. نعم. انا مثلا مش سامع، ما بعرف انا ما بعرف شو الجيم بوي. بلاي ستيشن جيم بوي كله. نعم. بتفضل تصرف مصاري على سفره ممتعه تروح تنبسط ام تشتري شيء غالي، شيء ديزاينر تشتري ان كان بالتياب او لوحه او مفروشات؟ لا اكيد سفره مع الصحاب. نعم. مع الاهل مع العائله اكيد. نعم. كريستين يعني هو سابون كلون كل الميلاني الانسرز اعطانا اياهم برافو مع انه وي ديدنت ريهرس ابل. اول شيء رح بلش من اخر سؤال اللي هو الاكسبيرينسز اذا بنقي سفره او بنقي شيء ديزاينر. المعروف عن الميلانيز انه هن بفضلوا اللايف ستايل، بفضلوا البلاجرز الصغيره والسريعه على الاشياء اللونج تيرم، يعني مثلا بدل ما يقعدوا يجمعوا ليشتروا بيت او يشتروا شيء كثير كبير، بفضلوا يكونوا عم بيسافروا يعيشوا اكسبيرينسز او خبرات مع اصدقائهم مع اصحابهم على انه يكونوا عم يمتلكوا شيء، وهذا الشيء هو اكيد قال عنه. وبتعتبري انه اجوبته ميلانيال يعني بيمثل هالجيل؟ من النوستالجيا لحتى اول سؤال سالته اياه، يعني كل الاسئله تقريبا
سبب من خصائص الميلينيالز اللي كان سبق وحكينا عنها وكمان رح نكمل. بالجمعه الماضيه ركزتي على الاعمال الميلينيالز بالبزنس، اليوم بدنا نحكي عن الميلينيالز بالحب بالعلاقات الاجتماعيه وبالمصاري. خلينا نبلش بالمصاري، شو خصائص الميلينيالز بالمصاري؟ بالمصاري بلشنا نحكي شوي الجمعه الماضيه انه كيف هن بيعرفوا يعملوا بادجيتنج، مع انه كثير بنسمع عنه انتقادات، بس بالبادجيتنج ترى هن ايفن افضل من الجينيريشنز الباقيين. اما بالنسبه للاشياء اللي بيصرفوا عليها اكثر شيء، اكثر شيء بيصرفوا على الجروسريز، يعني يروحوا على السوبر ماركت. انا حسيته شوي شيء غريب لما عرفت بهيدا الشيء، بس مع انه بيصرفوا كثير على الجروسريز، كمان بيصرفوا اكثر من باقي الجينيريشنز على الداين ان، انه يروحوا يتعشوا او يتغدوا بمحل وعلى التيك اواي اكثر من الاكل بالبيت. مش بالضروره، مع انه بيصرفوا على الاكل بالبيت كمان بيصرفوا اكثر، يعني كثير بهمهم الاكل ابيرنتلي. انا ما كنت عارفه هيدا الشيء. من بعده بيجي عنا يمكن مش هيك بنشوف هلات في صور اكل، مزبوط. يعني على انستغرام جيلنا جيل الاكل، مزبوط. يعني بيطلبوا اوقات اكل ليصوروه اكثر ما انه ليأكلوه. ليترلي يعني هذا الشيء. وبيحبوا الاكل او ما بيحبوه، او بيحبوا المطعم او ما بيحبوه، حسب اللايكس اللي اجتهم. مزبوط، وحسب الصوره من اي انجل ماخوذه وهيك. ثاني شيء بيجي عنا الترانسبورتيشن، هن بفضلوا التنقل بسيارتهم الخاصه على الببليك ترانسبورت، حتى بامريكا ما عم نحكي هون بلبنان، الدراسه هيدا صارت بامريكا. واللي بيجي بعده هو التلفون بيلز، اكيد لانه بيحكوا كثير على التليفون، بيبعثوا كثير مسجز. سو هدول هن الاشياء اللي بيصرفوا عليهم اكثر شيء. بس اهم شيء نعرفه عن صرف الميلينيالز انه بفضلوا الاكسبيرينسز، بفضلوا التمتع باللايف ستايل، ويكون اللايف ستايل تبعهم حلو، على انه يكونوا عم بيحرموا حالهم اشياء كثير ليصمدوا مصاري ويشتروا اشياء كثيره. وهذا الشيء اللي بيميزهم يعني عن باقي الجنريشن. وكمان شغله مهمه كمان بالنسبه لموضوع المال، هن بيقنوا بمشاركه الثروه مع الاخرين بالمجتمع. يعني اذا بدنا نقارنهم بالجنريشنز اللي قبل، لما هن يعطوا للتشاريتي او يعملوا تبرع بيعملوه من تلقاء نفسهم، ما بدهم تشجيع ليعملوه، بعكس الجنريشنز اللي قبل يعني بتحس انه مستحي وبدك تعطي حدا، هن اغلبيتهم بيعطوا من تلقاء نفسهم. عمل الخير يعني هو جزء من القيم تبعهم. صحيح. او المساعده. صحيح، وهيدا اكيد بيرجع للجلوبلايزيشن، وانه صار العالم كله يعني تقريبا مثل منطقه واحده، وفيهم يعملوا ايدنتيفيكيشن كمان مع الاشخاص الثانيين. انا سالتك اربع اسئله، بعد في سؤال خامس تركه يعني للاخر شيء، هو عن الحب والزواج، وبدي اسالك اياه يعني على طريقه المجلات الفنيه، شو اخبار القلب؟ القلب تمام. انت بعلاقه مرتبطه؟ ايه انا خاطب. اكيد خاطب. مين؟ اسمها ناديه حرب. وعم تفكروا بزواج قريب؟ ايه طبعا طبعا. نعم، هالشيء معلن او يعني ما ايه اكيد اكيد، يعني خطبة عائلية، يعني مش موسعة يعني، بس ولكن عائليا على صعيد عائلي. وامتى عم تفكروا بالزواج؟ نعم نبحث قريبا، يعني نكون قريبا يعني خلال سنة او سنتين؟ لا قبل الحكومة او بعد الحكومة؟ انا متفائل ان الحكومة الجمعة الجاية. مستعجل تتجوز وتكون عائلة؟ مني مستعجل، يعني هي ما قصة عجلة، قصة كمان بدك تعطي الشغلة وقتها، مثلا يكون يعني يكون كل شيء منظم، يكون كل شيء. حاسس هلأ الوقت المناسب؟ هلأ وقت منيح للتنظيم ولل يعني ليكون شيء منظم طبعا. وشو حبيت أكثر شيء بخطيبتك؟ يعني شو اللي جذبك فيها؟ أنت بعد ما رأيت من أول حلقة، بعتقد من هلأ ورايح رأيبه مني. كذا هي يعني اكثر شيء شو حبيت فيها؟ طبعا جاذبيه، يعني اول شيء الانجذاب لها، ويعني هذه اول شغله، وبعدين شخصيه وكذا، لانه بتكتشف شخصيه ما بعد. شو اكثر شيء بتحب فيها؟ هلا هي عم تسمع اكيد. كذا شغله يعني اكثر شيء يعني مجموعه امور اكثر شيء. خلص شو بدك فيه؟ لا جد يعني هي بالاجمال يعني كل شيء فول باكج. فول باكج اكثر شيء بس خطيبه. انجذاب لها من اول يوم. نعم. من اول كان من اول نظره، من اول نظره. صحيح، التقينا بمحل عند اصحاب بالشمال، كنا عند بحديقه صديق لي، وكان يعني كان في انجذاب من اول يوم. من اول يوم او من اول نظره؟
لا من يعني من وقتها من وقتها بس اخذت وقت يمكن لحكينا مع بعض ولا كذا بعد وقت. قد ايه صار لكم يعني اي سنه تعرفتوا؟ نحن لما التقينا اخذت وقت لبلشنا نحكي مع بعض لانه كان في يعني اصدقاء هن قاموا بالخطوه ليكون في تعارف وكذا وكذا ويعني من هونيك بلشت. وبتعتقد يعني كان مدبر اللقاء بيناتهم؟ لا لا بالعكس ابدا كان طبيعي جدا وما كان عندي يعني ما كان عندنا علم اساسا ما عندي يعني ما عندي علم كان انه هي موجوده او كذا وحتى ما بعرفها نهائيا يعني ما في معرفه سابقه. والصدفه انه نحن ساكنين جنب بعض يعني طلعنا بال يعني كمان جنب بعض وين ببيروت او صحيح ببيروت مع انه هي كمان بالشمال يعني شمالي القلب شمالي القلب شمالي كريستينا جيل الألفية بالحب وبالعلاقات كيف فينا نوصفه؟ فينا نقول اول شيء اهم ظاهره او تندنسي فينا نحكي عنها هي الزواج المتاخر بس هيدا الظاهره بتنطبق على كل الاجيال بس بشكل خاص على الميلينيالز هن بيأجلوا الزواج بسبب رغبتهم بتحقيق ذاتهم اذا بدك بهمهم اكثر يحققوا ذاتهم يوصلوا للاكتفاء الذاتي والمادي بشكل خاص قبل ما يقدموا على خطوه الزواج. وكمان الميلينيالز اوقات بيفكروا انه اذا هن فاتوا بزواج مع شخص متمكن اكثر منهم او عنده امكانيات اكثر منهم رح يكون في عدم توازن بهيدي العلاقه فلهيدا السبب دائما بيسعوا ليمكنوا حالهم قبل ما يقدموا على هيدي الخطوه واوقات بيشوفوها بدل ما تكون مايلستون يعني بالاجيال اللي قبل وبالسنين اللي قبل كانت تكون انه تتزوج انه واو هيدي مايلستون بهنوك العالم عليها هلا صاروا يشوفوها كابستكل او معقوله هي تكون عم بتضر هيدا التقدم المهني لالهم او التقدم بالاشياء الثانيه. نعم يعني انك تتجوز بعمر ال 3 يعني او ترتبط بعمر 33 وتتجوز لاحقا يعني ربما بعد سنه سنتين يعتبر سن متاخر لعائلتك او هيدا هلا السن اللي عاده عم يصير فيه هلا يعني مثلا انا الوالد يعني تجوز بوقت متاخر يعني ابعد من هيك بس طبعا في عندي اصحاب مجوزين بالعشرينات يعني وفي ضغط عليك يعني من مجتمعك انه يلا ولازم وامتى بدنا نفرح منك في طبعا في اكيد اكيد نعم بلشنا ضغط يعني سيء هو ضغط ايجابي انه دائما يعني مثلا كل الناس بيسالوك شو عقبالك وامتى وكذا وكذا ونفرح منك صحيح هيدي يعني الكلمات الاجتماعيه اللي دائما تزعجك يعني لا لا بالعكس ابدا بالعكس نعم بلشنا الحلقة من شط صيدا هلأ مع علي ونوفا رح نكفي وهالمرة بالسياحة برات الخط ورح نطلع على الجبل كل أسبوع علي عم بيكون بمحل نحن عم نجرب كمان حدا من جيل الألفية وين ممكن يفكر بالسياحة البديلة بلبنان يعني اللي شو بيسموهن هيدن جام وين انت هالأسبوع هيدا الأسبوع رحنا صوب الجنوب على ضيعة بكسين كنت اسمع بعائلة بكسينة بس كنت عارف انه في ضيعة لا فطلعت لهونيك مرة بالصدفة شفت صور على الانترنت لو في زميلك جورج بكسينة هيك انا من هون طلعت قال له في عائلة وهم هيك عرفنا هو جورج بكسينة من البترون بس انه يعني كسينة يعني انا عارف بالعائلة قبل ما اعرف بالضيعة شكلهم عاملين شيء بيت بكاسين بكاسين وطالعين لفوق على الشباب معقول يكون جب من هيك بيكون عادي هي البكاسين حد جزين بس جزين اذا بدك ماخذ السبوت لايت وبكاسين هي الهيدن جيم وحلوه لحد يعني روعه ما بعرف ما في كلمات يعني توصفها قد ما هي هالقد حلوه وهالقد رايقه وعن جد كميه الخضار اللي فيها وفيها كثافه هيدا الحلو فيها يعني فيها كثافه عم نحكي شجر صنوبر شجر صنوبر هو اكبر غابه صنوبر بالمنطقه كلها يعني بالجنوب لا اكبر بالمنطقه العربيه يعني بالميدل ايست ففيها 100,000 شجره على نوفا هالاسبوع بغابه الصنوبر ببلده بكاسين بالجنوب أنا ونوفا رايحين صوب الجنوب وتحديدا على ضيعة بكاسين كاسين هي حد جزين الشغلة الحلوة اللي موجودة بكاسين هي حرش السنوبر بيقولوا حرش السنوبر بكاسين اللي فيه أكثر من 100,000 شجرة هو أكبر حرش سنوبر بالشرق الأوسط مش بس بلبنان
حلو كتير، ما عم بعرف هذا الكاسين حلو او كاميرتك اللي بتصور كتير حلو. يعني الاثنين. بتنصحنا نطلع يعني على الكاسين؟ اكيد. وفي مثلا مطاعم او قصص ممكن يعني اذا طلعنا نرجع؟ هلا في شغله كتير مشهوره هنيك بكاسين عملوها من كم سنه اسمه بيت الغابه. هو فينا نقول في اكل هنيك، في الواحد حتى ينام بقلب. نعم. بانجلوز. وفي يعني بجزين دغري حد لبكاسين كمان، في واحد يعمل زيارة السنوبر ويرجع يروح على جزين اذا ما بده يروح على بيت الغابة. جمعة الماضي اخذنا على بيت ضيافة بالمتين كتير حلو، وعم يختار كمان قصص. لكن الجمعة الجاي بعكار لازم نكون. في شي هيك محل سري بس انتو اهالي قربنا عليكم الجمعة الجاي كطبيعة ولا كطبيعة وكشي مثلا؟ نحن اكتر شي هيك مهتمين بمطاعم صغيرة مثلا. مطاعم يعني انا عندي كم مطعم يعني هيك بحبهم دايما بطل عليهم. ديوان مثلا، مطعم ديوان بحب اكله. بوين؟ هو منطقة العبدة يعني، بالعبدة يعني عمدخل عكار. واول يعني اذا انت وفيت ولا انت وطالع بتضلك يعني سهل الوصول له. انا بحب حي صوبه واكله طيب. لا واكله طيب. هيك عم تحس في نكهة عكارية طبعا. طبعا نعم. يعني معرفتك بعكار يبدو هيك واسعة، بس ببقية جغرافيا لبنان مش كتير قوية. وهذا الشيء بنعرفه من حادثة أدمى، إذا أدمى بالمتن أو كسر. صحيح. شو الخبرية؟ هلأ نحن هون وين بالمتن دخلك؟ نحن هون بالمتن. بالمتن. لا عم نمزح. هلأ ما بدي أقول لك أنه كنت شاطر بالجغرافيا، لأنه بيكون موضوع مش صحيح. بس اكيد يعني بعدين من بعد حادثة أدبا من بعد الانتقام هو ببرنامج نهاركم سعيد تحسنت شوي بالجغرافيا اللبنانية. ببرنامج يمكن نهاركم سعيد مع صحيح مع زميلنا بسام ابو زيد. كان مع زميل بسام ابو زيد وكان في معي. عم بتقول هون بأدبا بالمتن بلعة. ايه بكسر وين هي مش ايه بس انت قلتها بكل سؤال. لا لك شو انا يعني بالنسبة الي كان قصدي اقول جبل لبنان، في جبل لبنان وهي المتن وكسر بس وين. علقوا عليك هلا علقوا شوي بس بدنا نطلب منه يسامحونا. يسامحوا وينسوا. بس اليوم في هذه ثقافة التعليق، يعني بركي هذا كمان جزء من الميلانيالز. عم بحكي لك انا خليني اقول لك شغلة اساسية انه نحن يعني انا بالنهاية بين المتن وكسر وين يمكن بضيع، بس بالنسبة لي هي منطقة واحدة وهي امتداد الوصول الى مناطقنا في الشمال. نعم. ويعني يعني انا اكيد لما كنا عم نحكي باطار انه مقارنة المناطق بين بعضها، انه ان شاء الله نحن بالمستقبل القريب بنكون على مستوى الخدمات اللي موجودة ان كانت من انارة من طرقات من بنية تحتية من من من، وهذا الشيء عم نتأمل فيه ان شاء الله. ولكن يعني حلو يعني جغرافية المنطقة كيف تشبه بعضها، يعني في بالمتن او بكسروين باثنين في شط وجبل وبحر يعني من كل النواحي، يعني في عنا يلي بتشبه طبيعة عكار وحتى اهلها مختلطين يلي كمان تشبهنا. ما بتقول انه كل المناطق عندها ذات الهموم وذات المشاكل. عندها ذات الهموم وذات المشاكل، وبتشوف يعني جو العيش الواحد والعيش المشترك في هالمنطقه. نعم. بالمنطقتين، فهيدي شغله. نعم. شبيهه. مش هيك انا وقتها كنت عم بتمثل بمنطقتنا لانه بتشبه منطقه المتن وكسروان. بس عم تحس بالتنوع السكاني عم بتحس انه ممكن تتعرض من بعد هلا اليوم النيابه والاضواء عليك للبولينج بالسوشيال ميديا انه بفتشوا على شيء؟ حقيقه انا ما مستحي بشيء بجهله، يعني بالعكس انه الانسان بيغلط من ناحيه مشان يصلح غلطه ويتعلم منه. نعم. يعني انا اذا غلطت بمنطقه معينه مني خبير فيها معلش شيء بده يسمحوا لنا فيها نتعلم. هلا تعلمنا انه المتن يعني شو قد ما بكسر وين قد ما موجوده بالمتن ولا بكسر وين سن الفيل موجوده بالمتن ولا يعني. نعم. هذه طبعا تعلمها مع الوقت يعني. لك ساعات النائب والعلي اللي كل اسبوع عم يفاجئنا باماكن مخفيه ومش اخذ حقها بالاعلام وبالسياحه، الليله انا رح اخذكم على مباني مشهوره بمناطقها ببيروت وبالمتن، هيك ما نعرفك على الوجه الاخر بالمتن، ثلاث مباني تعتبر من عجائب وغرائب العماره اللبنانيه بهالتقرير. في ايطاليا برج تاريخي مائل يستقطب السواح من حول العالم. وفي لبنان ابنيه رفيعه
يمكن أن نضيفها إلى لائحة علي ونوفا ربما تتحول إلى معالم سياحية. نبدأ جولة عجائب العمارة اللبنانية من المنارة، حيث هذا المبنى الزهري الذي يعود إلى حقبة الخمسينيات. من الأمام لا شيء يدعو إلى الريبة، ومن الجانب المبنى عبارة عن حائط له نافذة وشرفة. هي كلها معروفة بالمنطقة هون، يعني انه هيدي بنية البعصة جاي بالنص، هاي بنية مسكونة فيها أرواح، وظهرت هذيك المرة الأرواح. كنت أنا عم بقضي غلط تحت وحدا نطلي، عرفت لي كيف؟ دغري هربت أنا وبوضع يعني حرج وركلت طلوع. هو ركض بوضع حرج، أما غيره فيتوقف مستغربا. مثل ما شايفها شكلها، كيف شايفها أنت؟ ضابطة مش مزبوطة كيف؟ كله بيمرق بيطلع بلاقي شيء غريب، مثل جسم غريب، يعني انه بشكل بنايه من برا مبينه ومن وراها حيط. هي كل الفكره، مين وشو السبب الخلاف وهيدي التفاصيل الصغيره هذه كلها انا ما معي. يختصر هذا المبنى قصه خلاف شقيقين على تقسيم قطعه ارض ورثاها عن والدهما، فما كان من الشقيق الذي حصل على الحصه الرفيعه الا ان شيد هذا المبنى ليحجب رؤيه البحر عن شقيقه. ومن هنا اكتسب المبنى تسميته الشعبية المعروفة في المنطقة. معلومات أخرى تقول أن الأرض لم تكن ضيقة إلى هذه الدرجة من الأساس، وإنما خسرت جزءا منها عند شق الطريق العام. هذه البنية لبيت الدعوة، جماعة مرتبين ومحترمين، وعمر البنية من سنة 1860 تقريبا، هذا اللي بعرفه وبس. ما فيها شيء، بنية شرعية جدا، بدأ تترمم تتنظف تتزبط ترجع بنية مزبوط نظامه، وهذا كل شيء. شو بدك تعرف عنه؟ اللي عمرها أنا بتذكر كان يجي لعندي ميت العيتين اسمه فوزي العيتين الله يرحمه، هو اللي حاكي لي قصتها، هو مخرج ميشيغان. بس ما حدا يفبرك شيء عن البنية هذه، بنية نظامية ما فيها شيء شرعية. أنا بتذكر إنه كان يقولوا للكوين ماري، لأن هي بشكل داخل سفينة تطلع فيها هيك، تطلع فيها لتحت، تحت مقصوصة قص من أولها بشكل باخرة، فيك تطلع من ورا صورة، تطلع على فوق تحس هيدي كاميرا قيادة، بقولش بديك الباخرة وبس، فيك تطلع تشوفها. هلا بفتح لك وبتشوف إذا بتحب تفضل. شوف هاي إلى كليمانسو. نتوقف أمام هذا الجزء الرفيع من مبنى مصنف تراثيا في محيط منزل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. ماني عارف عنها شيء لأنه ما داخل لجوه، أنا ما قالي شيء حتى أدخل، بتعرف هون جنبلاط بيسألوا وين رايح من كذا، يعني شغلة ما أنا هينة. لا يحب سكان المحلة كثرة الكلام، ويبدو أن هذا الجزء من المبنى غير مرئي بالنسبة إليهم ولا يعني لهم شيئا. المبنى اللي عم تحكي عنه المضاف، لا يعني كأنه مضاف، لا لا ما بعرف إذا نضاف أو كان بالأصل، ما بعرف لأنه قديم كتير. ما دي كتانة، دي بنية كتانة وفيه موقف طبعا هذا جوا. لا يطلع بهيدا الشكل، هيدي البنية المفصولة عن البنية، يعني كان في هدف من وراها؟ تصدقني ما بعرف، ما بعرف شو الهدف منه، يعني إنه يمكن هيك كان ببيروت كله كان يعمر، هذا الكل بعرف. ما يقال أمام الكاميرا غير ما يقال خلفها. بحسب بعض الجيران شيد هذا المبنى رجل لبناني من الطائفة اليهودية في العشرينيات، وأضاف إليه هذا الامتداد الأشبه بالحائط ليحجب أنظار الجيران عن زوجته الفاتنة. لم نستطع تأكيد أو نفي هذه الرواية الأشبه بقصص الأفلام وتقارير المخابرات من أي مصدر موثوق. من بيروت إلى الجديد في قضاء المتن، وهذا المبنى قبالة الأمن العام الشهير بتصميمه المعماري الذي يشبه مجسم القلعة. المبنى يتألف من 3 طبقات تبدو من الخارج 6 لارتفاع أسقفها، والطبقات مقسمة بالطول بدل العرض،
وهي عبارة عن غرفة لها تدخيتة بداخلها أشبه بغرفة ثانية. هذه البناية بناية شيء بتحكي عن يعني شيء في الكلور اللبناني هي بالأساس، بس لو أنه معمول بشي محل على الروشة أو على الحمرة كان حق الشمسي مليون دولار إذا مش أكثر، بس جعان طلحطة بهيك منطقة. بس أنه المساحة تبعوتها قليلة، الدولة ما بتسمح بهالمساحة ينعمل بناء. هي حسب النظام بالمنطقة، لو كانت لو كان الأرض صغير بس فيك تطلع تعلي يعني هون. على فيهم هالمباني الثلاثة يصيروا معالم سياحية يعني؟ أكيد، وبكتير بلاد بالعالم بيروحوا العالم تشوف هيك بنايات حلوة مميزة. بدهم ماركتينج إيه يعني، لازم نعمل لهم ماركتينج، عاون كتاب إنه مباني غريبة في بيروت أو شيء. حلو. المبنى الجديد انتهى بنائه من حوالي 10 سنين، ومن وقتها بقي غير مأهول، ومع إنه مؤسسات تجارية كتيرة وحتى مصممي أزياء جربوا يستأجروا المبنى ولكن ولا مرة مش الحال لصعوبة استثمار هالمبنى لأي غرض تجاري أو سكني. من بعد ما صورنا هالتقرير بفترة قصيرة تفاجأنا انه صار في ناس لاول مرة بقلب قلعة الجديدة مثل ما بيسموها، وانه صارت المقر الرئيسي بلبنان لمؤسسة مستشارون. الاسبوع المقبل رح ندخل الى قلعة الجديدة الى مقر مؤسسة مستشارون لنشوف البناية من جوا، ونحكي مع الاستاذ رياض زوقي رئيس هالمؤسسة ليخبرنا عن علاقته بهيدا المبنى. استراحة ونرجع.